شكرا من جديد، وشكرا يا أحمد على هذه الوقفة الاقتصادية. وده معادنا مع آخر حواراتنا في هذا الصباح، وجولة بصحبة الساحرة المستديرة. يمكن سواء المتابع لكرة القدم أو الغير متابع، لازم بالتأكيد لما يكون في مباراة لفريق مصري بالتأكيد بيتابعها. تابعنا بالأمس مجموعة من المباريات اللي بتشارك فيها الأندية المصرية، كان في إطار الدورة 16 لدوري أبطال إفريقيا. للأسف الحظ لم يحالف بعض الأندية المصرية، هتكون بصحبة الناقد الرياضي الأستاذ عادل عطية. صباح الخير يا أستاذ عادل. صباح الخير يا فندم. أخبار المباراة؟ صباح الخير يا أستاذ عادل. كمان خسر سموحة، كمان الزمالك واجهت الفتح في الرباط، وكان في مجموعات من الماتشات اللي احنا بنتابعها في هذه الأيام. فنبدأ مع أهمية سموحة. والله سموحة، عاوز أقول سموحة هو سنة أولى أفريقيا سموحة، يعني أول مرة يخش في دوري الأبطال أفريقيا. دي بطولة كبيرة، بطولة عريقة، بيخشها الابطال الكبار اللي هم اسماء كبيره. لكن كون السموحه وصل لغايه دور 16، يعني عمل برضو ماتشات كويسه، عدى اهلي طرابلس، عدى انيمبا النيجيري اللي هو بطل افريقيا مرتين، وفوز دور 16. صحيح هم امبارح ماتش ليوبارد الكونغولي، فريق برضو مش ضعيف، فريق واخد الكونفدراليه 2012، فريق وصل السوبر قدام الاهلي 2013، فريق عنده نجوم، عنده خبرات. دي كلها ليها عوامل مهمة جدا بتقابل سموحة. لكن كون اللي هو يخسر 1-0 برضو شيء إلى حد ما مقبول، في ظل وجود كوتش كبير زي كابتن حلمي طولان بخبراته الكبيرة جدا، باسلوب التكتيك مع لعيبته، بقى ازاي هيدرس الفريق بشكل جيد. يمكن هو لعب الفرق في البطولات الافريقيه مهم، لكن لو رجعنا للنشاط الكروي داخل مصر وتوقفه وعودته مره ثانيه، الاسباب تاثيره بالايجاب وبالسلب على الكره المصريه. الكره المصريه طبعا ليها تاريخ طويل، لكن وقت لاخر يتم توقف الدوري لاسباب كثيره طبعا حضرتك بتتابعها معنا. لو بنتكلم عن اهميه وعوده النشاط الكروي مره اخرى، لا النشاط الكروي مهم جدا، لو في يبقى في نشاط كروي، في دوري عام، في انتظام مسابقه، دي كلها مهمه جدا للانديه والمستوى الفني والمنتخبات. لكن اللي بيحصل عندنا طبعا التوقفات والمطبات اللي بتحصل كل شويه، مع ناس في ضحايا بتموت، ناس في الالترس بيعملوا حاجات سلبيه، في خراب، في تكسير، كل دي امور بتخلي الدنيا مش 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 مستويه. لكن لابد يكون في نشاط. احنا شفنا النشاط توقف 50 يوم، اكيد بيأثر بالسلب على مستوى الفرق طبعا. يعني هم الفريق الاهلي والزمالك وسموحه اما يخشوا دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه بيلعبوا فرق بتلعب بصفه منتظمه، عندهم دوري، عندهم جمهور. يعني شفنا امبارح الاهلي مع المغرب التطواني، الملعب مليان اخر الجمهور، بيدي حماس، بيساند، بيآزر، بيدي روح من الماتش، بيدي طعم للماتش. لكن انت عندك هنا في مواد، في كمون، في ولكن كان عندنا في كل حاجه تطاول من الجمهور او روابط الالترس في حتى في المغرب، واشعال الشماريخ والقائها في الملعب. يمكن ده يمكن يقودنا لفتح ملف الالترس في الفتره الاخيره والتجاوزات المختلفه والمتنوعه. هي الالترس دي مشكله كبيره جدا، لازم الاطراف كلها تتظافر وتحلها، مش هحلها طرف واحد او مسؤول واحد او اتحاد الكره فقط او الانديه فقط. لازم اتحاد الكره والانديه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التربيه والتعليم، دي كلهم شباب، كل الشباب دي كلها محتاج تثقيف، توعيه، حوار معاهم. على الجانب الاخر محتاج يتفعل القانون، القانون يعني يمشي على الكل بدون سواسيه، اللي يغلط يعاقب، اللي يعني اللي يتجاوز يبقى في رادع ليه، عشان يبقى في عبره ليه كل من يتجاوز. لكن احنا كده ماشيين ماسكين عصام النص بالظبط. يعني حضرتك يمكن كنا في هذه الجلسه منذ وقت قريب واتكلمنا في حاجه بسيطه جدا، او سالنا طرحنا سؤال بسيط جدا، ايه مشكله الكره المصريه؟ وقعدنا فندنا المشاكل، منها المشاكل الخاصه بوزاره الشباب والرياضه، اللي خاصه بالانديه، اللي خاصه باللعيبه، اللي خاصه بالالترس. طيب دلوقتي وكلمنا ايضا على حلول، واكيد بالزبط. هذه الحلول مطروحه في كل البرامج الرياضيه. ايه المشكله في تنفيذ هذه المشكله؟ ان الواحد ما حدش بيبدا، يعني كل واحد عليه دور. يعني زي ما قلنا كل واحد عليه دور. وزاره التربيه والتعليم عندها شباب سواء في المدارس او الجامعات، لازم في حوارات، ورش عمل تقوم بالقصه اللي منوط بيها. وزاره الشباب صحيح بيعمل له مراكز شباب كتير، المهندس خالد العزيز بيعمل شغل كويس، لكن مراكز الشباب دي جواها شباب، لازم يبقى في جوه المراكز دي ناس على درايه كامله، تعرف تبقى في توعيه لهؤلاء الشباب. نفس القصه في اتحاد الكره الانديه، يبقى في جلسات حواريه،
الجانب الاخر وزاره الداخليه يبقى عليها اقامه هذه الحوارات. ما حدش بيبدا، كله بيبدا ولا ما حدش عايز يبدا؟ ما حدش عاوز يبدا لان كله مستني يشوف التاني هيعمل ايه، كله بص على الاخر، زائد ما فيش حد عاوز يعمل حاجه ايجابيه، يعني كل واحد بيقول لا انا اشوف ده الوزاره تعمل ايه، الاتحاد يعمل ايه، الانديه تعمل ايه، كل واحد بيلقي التهم على الاخر، ومفيش حد بيتصدر المشهد ويخش بالموضوع بشكل جدي عشان يبقى فيه حاجه ايجابيه. القاعده اللي بتقول يعني تعمل اكثر تخطئ اكثر فتعاقب اكثر، لازم اعمل دائما، يعني يخاف او يرتعب المسؤول من العمل، من الابداع، من الابتكار، من كل ما يكون له صالح وشان بالمستقبل. طيب من يجبر او من يجبر شخص ما على البدء في هذا الامر؟ لا، كل مسؤول في مكانه ومكان المسؤولية دي يستلزم عليه اللي هو يبدا بالحوارات. المسؤول خايف؟ لا، خايف ما يقعدش في مكانه. تمام. لا، اللي خايف يروح بالظبط. والله من مثل العام يقول خايف يروح. انا بقيت مسؤول في مكان مسؤوليه وليا مسؤوليات كتيره جدا وعليا التزامات كتيره جدا تجاه الوطن. وده في وش في مصر كلها. اما كل مره يحصل زي المغرب امبارح حصل مشكله صغيره، قبل كده حصل ضحايا في الدفاع الجوي، قبل كده بورسعيد، في غيره في غيره. فاحنا ماشيين يعني ما بنتعلمش، ما بنذاكرش كويس درس بشكل جيد عشان نقدر نخش اي امتحان ننجح فيه. لا، في برضه ملاحق وفي مشاكل كتير جدا، لابد ان المسؤولين كلها يقعدوا يتكاتفوا مع بعض، يبقى في تنسيق مع بعض، يبقى في ورقه عمل، كل واحد بيبقى شغال في اتجاه معين ويلتقي في الاخر مع بعض عشان نوصل للنتيجه. لكن الانتاج كده انتاج ضعيف جدا، لان مفيش حد بيبذل مجهود، مفيش حد بيخش الموضوع بشكل جدي وجرأة عشان يقتحم هذا الملف الشائك. تمام. طب حضرتك كناقد، ككاتب، هل تأخذ هذه المبادرة على عاتقك وتدعو يعني جميع الأطراف اللي ليها علاقة بهذا الأمر من كل جانب، ويمكن ربما يعني عندنا لدينا استعداد لتبني هذا الفكر وهذا؟ والله حضرتك احنا في أي برامج وأي برامج حوارية وأي لقاءات وأي تصريحات وأي مقالات بنكتبها واي تحقيقات بنعملها على هذا الموضوع، الموضوع ده قنبله موقوته، موضوع خطير الارتس. في الاول بدا بشكل جيد، حاجه كويسه، دخلات بيشجع، لكن خرج عن اطار. من بعد ثوره يناير 2011 بقى للاسف جمهور سياسي، احنا عاوزين جمهور للملعب يشجع، كرة فقط. يروح يستمتع. هي كل الاطراف بتستغل، يعني طبعاً كل الاطراف بتستغل وبتجذبه في طريق معين، ولكن يبقى الفكره يمكن اللي مصطفى كان بيحاول يتكلم فيها، قصه ان هو اللي ما يبداش يتم معاقبته. يعني مثلا المسؤول لما يكلف مثلا الانديه ان هي تقعد مع روابط الالترس بتاعتها وتحل المشاكل وما يتمش الجلوس وما يتمش عقد، لازم في وقفه، لازم يبقى في وقفه مع طبعاً مع الانديه، لان طبعاً جزء برضو من المشكله، جزء اصيل الانديه، جزء اصيل بالظبط. طبعا يعني بالعكس، هي الانديه هي الجزء الاصيل في المشكله، لان ما فيش حوار بينها وبين روابط، دي مشكله كبيره. لازم كل بدل ما اعمل عداء معاهم، لا انا ما اعملش عداء، انا اتحاور معاهم، اكيد هوصل لحل. ما فيش مشكله ما لهاش حل طالما انا بنزل لمستوى التفكير اللي قدامي واتحاور معاه بشكل او باخر، لازم اوصل لحل. لكن الطرف الثاني بقى، في اطراف اخرى بتشغل دماغه بحاجات ثانيه، لا انا يبقى في قانون يفعل بشكل جدي بشكل قوي عشان اعرف انا سلكت طريق سلبي، لا يبقى في وقفه، انا ماشي في الطريق السليم، كله بيشجع، كله بيساند، كله بيتكاتف ويلتف ورا حاجه كويسه، لكن الحاجه السلبيه عمرها ما هتعيش. طب هل ممكن اعمالا للقانون؟ احنا بنتحدث هذه الايام على الحكم في قضيه استاد بورسعيد، ما حصل تاجيل، هي 30 مايو لغايه 30 مايو. يعني عامه اهو في شويه اجراءات، يعني في سرعه شويه في الاداء، اعتقد ان ده ممكن يكون حافز شويه ان الامور طبعا تهدأ. طبعا في اجراءات بتتم، وفي المحكمه ماشيه بشكل جيد، بس دي اجراءات دي لازم القضاء لازم يكون نحترمه، ولازم نديله وقته الكافي عشان ما فيش حد يعني يظلم، يعني مظلوم واحد دي كارثه. بس في قضايا بتستوجب السرعه، حتى سرعه الفصل فيها، لان فيها دماء وفيها شهداء، في حاجات واضحه بمجامعين المجرده دي لازم ما فيها محاكمات عسكريه، يبقى دي فيها ما فيهاش استاد كفر الشيخ، وتم تحويل المحاكمه بمحكمه النائب العام احلها للنيابه العسكريه، دي حاجه مجرده بالعين المجرده، واتشافت واتصورت وباينه على مرأة ومسع من الجميع. لازم في وقفه عشان الامور تستقيم. لو هيفضل ان طبط على كل حاجه حدث، مش هننهض لقدام. طب خلينا نترك هذه الدائره المفرغه، يمكن احنا كل مره بنتكلم فيها فعلا اللي هي ما بتتحلش حاله، بتاثر بقى على كل حاجه الحقيقه. طيب خلينا نرجع للبطوله ومستوى الفرق المصريه، حضرتك شايفه ازاي؟ انا بكلم على سموحه،
يعني ماشي بشكل في ظل هو سنه اولى افريقيا بشكل جيد. لكن ماتش الزمالك وفتح الرباطي كان بالامس انا حقيقه فوجئت بمستوى الزمالك، ان الزمالك ماشي كويس في الدوري، متصدر، بيكسب كل ماتشاته، المفروض عنده بدائل كتير جدا، عنده جاب شروه من اللاعبين على اعلى مستوى، وعنده مدير فني لحد ما جاي لسه جديد. فانا توقعت يبقى الفريق يبقى افضل من كده، يهاجم، يضغط، يضيع فرص، يعني يكسب على الاقل واحد او اثنين. كان اداء اقل من المطلوب، اداء ضعيف جدا، اداء هزيل، اداء مهترئ. النجوم ما كانش اي واحد فيهم ظاهر، عبد الملك ما اداش اي اهتمام. بس كان في غيابات كتيره للاصابه. نعم، كان في غيابات كتيره. لا مش ما فيش غيابات خالص. انت كل الفريق بيلعب كامل، كل حتى القوه الهجوميه بتاعته في الشوط الثاني بيلعب، باسم مرسي، باحمد علي، بقائد قمر، كل الفريق بيلعب كامل. لكن للاسف كان غيابات في خط الدفاع، ديودار وعلي جبر، لكن دول مش مؤثرين بالشكل الكبير اللي يعمل كده. انت بتلعب في ملعبك وفريق المفروض مذاكره كويس فتح الرباطي، وبرضه فريق مش سهل، واخد البطوله الكونفدراليه 2010، يعني بطل من في بطولات ما، فلازم انا اعمل له حسابات بافضل من كده. امال انا هعمل ايه في المغرب؟ هعمل ايه مع حضور جماهيري مكثف؟ هعمل ايه مع في بعض اللاعبين امبارح كانوا خارج الخدمه بشكل كبير جدا، سواء في الدفاع سواء في الهجوم، مفيش ترابط، في تفكك، في توهان، مفيش تركيز. كل ده حصل من نادي الزمالك امبارح، اللي هو صدم كتير من متابعين الكره امبارح. هو المباراه دي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. طيب بالنسبه لمباراه الاهلي، الاهلي والمغرب الاسطواني، الحقيقه الاهلي قدم مباراه قويه جدا وممتعه وعمل شغل كويس جدا، انتهت بخساره واحده. لكن للاسف المدير الفني مستر جريدو ما طورش اداؤه. يعني انا لعبت الشوط الاولاني، عملت ضغط انتشار جيد في جميع ارجاء الملعب، بس ما لعبتش راس حربه. انا لقيت الفريق قدامي خش مني، في خايف مني، عامل حساب كتير قوي للنادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، يبقى انا كان في الشوط الثاني لازم اكثف من هجومي، لازم اطور من ادائي، لازم اعمل ترابط هجومي، لكن ده ما حصلش. للاسف اخر ربع ساعه حصل تراجع، للاسف جه الهدف اللي هو في الدقيقه الاخيره اربك حسابات الفريق الاهلي، وبقى عليه مشكله كبيره جدا اللي هو في القاهره هنا، لازم يكسب 2-0، والفريق ده فريق برضه قوي، فريق مش ضعيف، فريق لعب كاس عالم الانديه السنه اللي فاتت، وعنده خبرات، وعنده محسن ياجور ده هداف كبير جدا اللي هو احرز هدف، وعنده اكثر من اللعيب على مستوى عالي، هيخش في حسابات يعني شائكه كان هو في غنى عنها لو هو كمل بشكل جيد في خلال المباراه. طيب يمكن ده هينقل كم الضغط اللي ملقى على عاتق الفريقين في الفتره القادمه؟ لا كم كبير. الزمالك عنده مشكله، هيلعب خارج ارضه ومطالب هو يكسب. نفس القصه الاهلي مطالب برضه انه يكسب، يعني هو مغلوب واحد متاخر بهدف، لازم يكسب اثنين. توقعاتك للمباراتين ايه؟ لا توقعاتي المفروض الاهلي والزمالك بقدراتهم وفنياتهم بخبراتهم الكبيره اللي هم يجتازوا العقبه الدور 16 سواء في الكونفدراليه الزمالك ويخش ملحق بتاع الدور 16 الثاني، او الاهلي وسموحه عندهم فرصه وفرصه كبيره ان هم يجتازوا سواء ليوبار بالنسبه لسموحه او المغرب تطوان بالنسبه للاهلي. لا متفائل، يعني مش متفائل، بس هم كان في ايديهم يعملوا في ايديهم يعملوا كل حاجه ويريحوا نفسهم. هل ده محتاج من مسؤولين الناديين ان هم يغيروا في الخطه بتاعتهم، يغيروا في الوجوه اللي في الملعب، ترتيب اوراقهم من جديد؟ طبعا لازم يركز بشكل مختلف، لازم يذاكر الفريق بشكل مختلف خالص، لازم عنده اوراق يستخدمها، عنده لعيبه لازم يبقى ليهم دور في الملعب، عنده رمضان صبحي ده ما بيستخدموش خالص، وده لعيب من اللعيبه الكبيره جدا اللي لسه شابه طالعه واعده، عنده كريم بامبو، عنده اكثر من لاعب لازم يستغلهم، لازم يلعب بطريقه مختلفه، لازم عنده جرأه هجوميه اكثر من كده، لازم عنده حافز اكتر من كده ان هو يكسب، لان البطوله دي هتبقى فارقه. لو اجتاز الدور 16 هيخش دوري المجموعات، حتى هتفيده في ناحيه معنويه ونفسيه سواء في المسابقه الافريقيه او المسابقه المحليه. نفس الحدوته بالنسبه للزمالك، لازم يعني يبقى اسلوب تكتيكي مختلف مع فريق الفتح الرباطي، ان عنده اوراق هجوميه جامده جدا، هو هدد الزمالك بالامس في اكتر من كره، وفي كره عندهم سوء حظ ارتضن بالقائم، يعني هم عندهم فكر هجومي، فلازم يقابلوا بفكر مختلف مستر فيرا الزمالك عشان يجتاز العقبه، لان انا اعتقد الاصعب لقاء في الثلاث لقاءات دول العوده هيبقى لقاء الزمالك.
عشان لازم برضه مع الجمهور بالظبط بالظبط. طب لو اتكلمنا عن المنتخب المصري شويه عن استعداداته وعن الاجراءات اللي بتتم فيه في الفتره الحاليه. والله انا 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 عاجبني مستر كوبر حتى الان، لكن طبعا كان مستوى فني لسه ما شفناش اي حاجه غير ماتش واحد فقط، لكن هو بيطلب طلبات، عاوز مثلا عنده اول ماتش في شهر 6 عاوز يلعب ماتش ودي مع فرق من التصنيف الاول، يعني الكاميرون، غانا، السنغال، جنوب افريقيا، يعني فرق قويه، يعني مش زي ما كنا بنعمل قبل كده نلعب فرق يعني ضعيفه جدا دور تاني يعني فرق مستوى ثالث ورابع، لا عاوزين نلعب فرق قويه عشان نخش. ما هو الاحتكاك في الفرق الاكبر او في الفرق القويه ده يعني بيكسب الفرق او الفريق اللي بيطلب ثقه ومهارات مختلفه. طبعا طبعا لازم انا بس لازم بقى اتحاد الكره يساعده، لازم خطه الاعداد اللي عاملها تنفذ حرفيا عشان ما فيش اي حجج واي تهم يلقيها على الغير، لازم يعمل له اعداد قوي ينفذه البرنامج بتاعه كويس عشان يخش البطوله. احنا بقى لنا 3 سنين او 3 بطولات خارج المنافسه واحنا ابطال افريقيا 7 مرات، فده يعني المفروض نخش بطوله مش يعني مش ناس علينا نخشها، ناس علينا نفوز بيها عشان نعود تاني لمنصه التتويج. تنزانيا، تشاد، نيجيريا، دول في المجموعه بتاعتنا. والله هو نظريا يا استاذ مصطفى نظريا طبعا انت اعلى من كل دول، اعلى من تشاد وتنزانيا حتى تاريخيا ما لهمش شريك بالنسبه لمنتخب مصر. التاريخ الكروي ممتد لاكثر من 100 سنه. لكن خريطه الكره القرويه في افريقيا اتغيرت، بقى فرق مختلفه، يعني انت طلعت قبل كده من افريقيا الوسطى. ودي مش مع الخريطه اساسا. في دلوقتي فرق زي الاقصى الاخضر بقت تصنيف اول في افريقيا، وانت ال 15 تقريبا او 16. فدي كلها الدنيا اتغيرت، فلازم انا اواكب التغير بتاع الفكر الافريقي المختلف. وانا اخش كل مباراه احترم المنافس بشكل جيد، اذاكر المنافس بشكل جيد، استعد لها بشكل جيد عشان لما اخش قدام تنزانيا اكسب مباراه هناك وهنا خارج وداخل ملعبي. نفس القصه بتشاد، نفس القصه عندي منتخب قوي بلعبه، منتخب نيجيريا بطل افريقيا ودخل كاس العالم قبل كده وعنده لعيبه محترفين كتير جدا، فلازم وهيخش واحد بس في الامم الافريقيه هيتاهل منتخب واحد وافضل التواني. فعندي برضو مشكله، لازم انا اخش قوي، اخش جامد، استعد جيد. المشكله المهمه والمشكله الرئيسيه اللي بتقابل حتى الفرق ان هو ما بيكونش يقيم الفرقه اللي هو بيلعبها، بيستهتر بيها، ما ينزلهاش المنزله بتاعتها، ما يكونش عامل حسابها بصوره كبيره، وده بيوقعنا في مشكله. طبعا ما ده اللي بقول، لازم يذاكر كويس، لازم يحترف المنافس، يحترم المنافس بشكل جيد، لازم يعرف قدرات المنافس في ايه، اوراق القوه والضعف عنده ايه. لازم انا اخش أنا مسلح نفسي تسليح جيد فنيا، معنويا، ذهنيا، أبقى قادر أنا أي تيم أنزل ألعبه أفوز عليه وأتغلب عليه يعني عشان أبص للمرحلة الأكبر والأكبر. المشاكل اللي واجهتها الكرة المصرية على مدار السنوات التاريخية بالتأكيد كان ليها تأثير سلبي، نرجو أن يتم تخطيها في المرحلة القادمة. البطولة دي في الآخر هتنتهي وهيعود هيعودوا اللعيبه لمصر، نرجو انه يكون ليه دور بقى، يعني الاعلام الرياضي يعني يعمل الضمير وعدم كل يشتغل لمصلحه مصر، المصالح الشخصيه جانبا، كل الاطراف تنحي هذه الخلافات جانبا. استاذ عادل عطيه الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا وكل التمنيات للفرق المصريه في المرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا بنشكر حضرتكم جزيلا، غدا اسره جديده ولقاء يتجدد، وهذا الصباح الى اللقاء. شكرا لكم، الى اللقاء.